38 سنة شيفور طاكسي ياك من الأول في 86 بديت في الطاكسي في 690، ولكن في 95 خدت هذه المأدونية 29-55 من الصنف الأول، 8 سنين الأولى و 8 سنين الثانية، 8 المليون في الأول عطيتها 8 سنين، 8 الثانية 8 المليون 8 سنين أخرى عطيتها، والثالثة 20 مليون قال لك باش يبني بها الدار ديالو على الدوزي الطاج يكمل بها إلا بغي يدير معي 20 عام. سلفت من عند خوتي، من عند واحد راه في الكويت ولا في الألمان، سلفت وعطيته ديك 20 مليون، عقد فيه 20 عام كيبدأ من 2011 ويسالي 2031، 10 مقابل 10 تلقائيين، وفي الأخر جني ما توفى هو 2017، خرجت طنوبيل خدت الدعم وهذاك شيء 2017 توفى، وعمره ما دار بيا شي شكاية ولا شي حاجة، الله يرحمه برحمته بالله، كان إنسان بخير. غير مات نقزت مرته، أول ما بدات بغت تأخذ الجريمة، أول حاجة تهمتني بأنني مزور العقد، مزور العقد، يعني قالت هذا العقد مزور، ولكن عيطت عليا الشرطة القضائية وعندي نمرة الملف وعندي كل شيء ديال كوميسارية عين السوق شارع القدس، الله يعمرها دار، إنسان كيحكموا بالمعقول، وبحثوا وداروا بحث في العقد وكل شيء لقاو كل شيء سليم، قلت شي بس ما كاين بلا ما ندعيها على حسب رجلها الله يعمرها دار. خلت 2023 ودعتني في القضاء، دعتني في المحكمة، وانا عندي العقد ميسري حتى 2031، حكمت عليا بالفسخ العقد، والعقد ميسري حتى 2031، كنخلص ها هما الرواسب ها هما في المحكمة ها هما في كل شيء، وتحكم عليا بالفسخ، ودرت محامية وخلصتها وزادوا التأييد في استئناف، وعندي العقد نموذجي، عندي التواصل، عندي كل شيء، عندي الروسيات، كنخلص شهر بشهر، وداك الشيء كنطلب يديروا معايا بحث ويشوفوا داك الشيء النهائي. انا راه عندي الكريمة ديالي في ولاية الدار البيضاء، راه عندي 29-5 ديال الدار البيضاء، فهمت؟ وعندي من نهار اللي خرجت من 1995 حتى لدابا عندي، ولكن تحكم عليا بالفسخ، علاش تحكم عليا بالفسخ؟ او عندي العقد ميسري، عندي 38 سنه ولا شكايه واحده